تمام. ما هي هذه الخطة؟ يعني بص، الفترة اللي جاية بناء على رغبة من المدير الفني وشركة التخطيط في النادي الأهلي، ممكن نلاقي رحيل عدد كبير من الأجانب اللي موجودين في النادي الأهلي. أي في تفكير في رحيل أكتر من لاعبين ثلاثة الفترة اللي جاية خلال الميركاتو الصيفي، يعني عايزين يعملوا أقول لك إحلال أسماء وتقولي وتجديد. صح ولا غلط؟ يعني قول أسامي يلا بينا. مودست وبيرسي تاو وديانج؟ ده مودست ده كده كده ده ده كده كده ده يعني ما دي تعتبروش حاجة موجود مفروغ أصلاً. منها، يعني كل الناس عارفة إن مودست كده كده ماشي. يعني ديانج وبيرسي تاو؟ ديانج وبيرسي تاو ضمن الأسامي اللي مطروحة فعلا لرحيلها خلال الفترة اللي جاية، وممكن يكون كندوسي كمان. كندوسي. ممكن. طب أنا موضوع الكندوسي ده سمعت فيه تفصيلة وكويس إن أنت ذكرتيه. يلا بينا. ايه هي؟ إن الكندوسي أبلغ مسؤولي الأهلي إن أنا مش هرجع إعارة، عايزيني أرجع ماشي، مش عايزيني أرجع ادوني استغنى. سواء الحلقة اللي فاتت قلت لك ان هيحصل تواصل ما بين وكيل اللاعب والنادي الاهلي علشان يحددوا موقف اللاعب، وبالفعل تم التواصل مع النادي الاهلي خلال الاسبوع اللي فات ده. اتكلموا سوا مع بعض، اتقال للوكيل اللاعب ان لسه ما فيش حاجة محددة او امر محدد بالنسبة للاعب سواء راجع ولا لا، وان هم منتظرين وجهة نظر المدير الفني جوه النادي الاهلي طبعا مستر كولر. لكن على حسب المعلومه اللي انا متاكده منها ان لحد دلوقتي لا، هو مش عايزه وبنسبه كبيره مش هيكون موجود مع الفريق خلال الموسم الجديد يعني اللي جاي. مش هيكون موجود على سبيل انه هياخد استغناء، ولا مش هيكون موجود ان هم هيتكلموا عنه يطلع اعاره تاني؟ هم منفتحين على اي حاجه، على اي عروض سواء اعاره او سواء خروج للبيع، فمش هيكون عندهم طبعا لما الاهلي بيجي له عرض كويس. يعني ده سيستم واخده النادي بس اكيد الاهلي عرض بيع خارجي مش داخل مصر. اكيد طبعا. يعني هو عموما وكيل اللاعب لو فكر ان هو يدور له على حاجه بعد النادي الاهلي هيدور بره، مش ما اعتقدش ان هو هيدور في مصر يعني في تمام. الوقت الحالي. لكن زي ما قلت لك يعني ان هيبقى في احلال وتجديد في اجانب النادي الاهلي خلال الموسم الجديد ان شاء الله.